ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معنا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة زواج الحاج صالح للمرة الخامسة، وليه برنس مصري كان متعصب جدا ورا الكاميرا، واخيرا خناقة حياة مع تيتو لأول مرة، كمان خطوبة صالح وبيبي حياة. فيديو اليوم حلو جدا، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ ببيبي حياة. حياة هنا كانت لسه صاحية من النوم ونازلة التصوير مع مستر أحمد، وهنا ظهرت أحلى كوكي، كانت طالعة ببجامة جديدة ومكة الممثلة كانت مطلعاها لندى حمو. وبعد شوية هنشوف مكة بالبجامة الجديدة، بس كملوا معانا الفيديو. وهنرجع تاني لبيبي حياة، وهنا عرفنا إنها زعلانة من تيتو لأول مرة. كان الحاج صالح عاوز يسلم عليها لكن تيتو كان بيمنعه. تيتو قال له ما تسلمش على حياة. قال له ليه؟ قال له كده وخلاص. لا، وكمان قال لمستر احمد انت مالك. طبعا سبب زعل تيتو من حياة هنعرفه بس بعد شوية. ودلوقتي هنشوف احلى بوسة من احلى كوكا في الدنيا، وهنا هي كانت بتمثل دور في فيلم وكانت لابسة البيجامة الجديدة. تعالوا بقى هنا لزعل تيتو من حياة. حوضة كان بيخلي صالح يحضن حياة، لكن مستر احمد قال له ما تعلمهمش يعملوا كده يا حوضة، هم اخوات. حودة قال له لأ، احنا هنخطب حياة وهجيب كمان بدلة لصالح وهنجيلك بالليل. بجد مستر احمد مربي بناته جدا. حياة قالت لحودة محدش يحضن الولاد. هنا بقى الاميرة فيروز كانت بتعمل تيك توك مع مستر احمد، طلبت منه كده لان التطبيق التيك توك ما ينفعش تبقى فيروز لوحدها بتعمل الفيديوهات، لازم يكون حد معاها كبير. وكمان بيبي حياة راحت تتصور معاهم، بس مستر احمد قال لها روحي العبي، انا اخليهم لك يا مستر ويخلي لك بيبي اصالة. ودلوقتي هنعرف حقيقة جوازة الحاج صالح للمرة الخامسة. هنا عمو صالح كان نازل بقهوته، مستر احمد قال له بنفسك يا حاج عامل قهوة؟ قال له القهوة دي جاية من ابو ظبي. حودة قال راجل متجوز اربعة او خمسة يجيب القهوة لنفسه؟ مش معقول. مستر احمد قال له انت محتاج تسبك شعرك يا حاج. قال له ان شاء الله. قال عمو صالح على الجوازة الجديدة، قال له ان شاء الله الله اعلم. يعني في الاخر عمو صالح بيدور على عروسة، والحقيقة عمو صالح اكيد ليه حرية شخصية، المهم اننا بنحبه هو والحاجة هند، كمان هما اللي بينوروا العيلة، ربنا يديهم الصحة ويخليهم لينا. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه برنس مصري كان متعصب في الكواليس. الحقيقة برنس مصري بيكون متعصب جدا في كواليس الافلام، عشان عاوز الافلام تطلع كويسة والتمثيل يكون احسن حاجة، عشان كده هو كان بيزعق في الكواليس. وبصراحة مش هو بس، كمان حودة بيبقى كده ومستر احمد. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش، شوفوا الفيديو اللي فات وجاوبوا على سؤال الفانز هناك. نتمنى تشتركوا بالقناة الجديدة فانز برنس مصر، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.